بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا حول باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار عليهم السلام الله سبحانه وتعالى أكرم الأئمة بأن أهبط الملائكة عليهم والملائكة يأتونهم يجلسون على بساطهم ويخبرونهم بما شاء الله سبحانه وتعالى من التقديرات. الحديث الاول عن مسمع كردين البصري قال كنت لا ازيد على اكله بالليل والنهار فربما استاذنت على ابي عبد الله عليه السلام يعني الامام الصادق واجد المائده قد رفعت لعلي لا اراها بين يديه فاذا دخلت دعا بها فأصيب معه من الطعام ولا أتأذى بذلك. وإذا عقبت بالطعام عند غيره لم أقدر على أن أقر ولم أنم من النفخة. فشكوت ذلك إليه وأخبرته بأني إذا أكلت عنده لم أتأذى به. فقال يا أبا سيار إنك تأكل طعام قوم صالحين تصافحهم الملائكة على فرشهم. قلت ويظهرون لكم قال فمسح يده على بعض صبيانه فقال هم الطفوا بصبياننا منا بهم مسمع كردين من اصحاب الامام الصادق ويكنى ابا سيار يقول كان يشكو بطنه من داء في بطنه بحيث أن الطعام كان يؤذيه كان يؤذيه الطعام يؤذيه فلذلك كان يكتفي من الطعام بمقدار الضرورة مقدار أنه لا يموت يعيش فلذا في طوال اليوم والليلة كان يأكل مرة واحدة وبعد ذلك يتأذى لكن اضطرارا، فما كان يعدد الوجبات، ما كان يأكل وجبتين أو ثلاث وجبات أو بين الوجبات مثلا يأكل شيئا، لا، الـ24 ساعة مرة، وإذا كان يريد يذهب إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام مضياف إذا واحد جاء وقت الطعام كان يدعوه إلى المائدة، فهذا مسمع حتى لا يدعو الإمام إلى الطعام، فيضطر أن يأكل مع الإمام حياءً، لأنه إذا كريم دعاك إلى ضيافة، ما يصير أنه ترده، هذا خلاف الآداب، وخاصة إذا كان إمامك، فيقول: "أني كنت" اتحين الاوقات التي هي ليست وقت الطعام، فإذا رفعت المائدة مثلاً مو وقت الطعام، أذهب إلى الإمام مثلاً لأسأله المسائل، أو لأستفيد منه، يقول المائدة كانت قد رفعت في بعض الأحيان، عندما اتي الى الامام يامر بالمائده ان تمد مره اخرى لي ويشاركني في الطعام ايضا لانه من المستحبات ان صاحب المائده يشارك الضيوف في طعامهم ومن المستحبات ان يبدا اولا ويرفع يده اخيرا حتى واحد لا يستحي يمدون الطعام اول واحد يبدا بالاكل هو حتى البقيه يستحون وهو يستمر في الاكل مو انه ينقطع عن الاكل حتى اذا واحد ما شبعان مثلا او له حاجه في الاستمرار في الطعام يخجل ويرفع يده عن الطعام لا يستمر معه الى ان الجميع يخلصون يرفعون يدهم عن الطعام هو بعد ذلك يرفع يده يده عن الطعام على كل حال فالإمام عندما يمد المائدة ويدعوني أنا ما أقدر أرد كلام الإمام فكنت أكل الطعام عنده الطعام اللي أكل عند الإمام ما يأذيني وإذا في مكان آخر كنت أروح وكانوا يأتونني بالطعام وأني أضطر أكله حياء منهم وكرامة لهم كنت أجد ألم الطعام في بطني، وما كنت أتمكن من النوم بسبب النفخة التي تحصل في أمعائي، الغازات اللي تحصل في أمعائه، يبدو أن مرضى من هذا القبيل كان. يقول مرة قلت للإمام عليه الصلاة والسلام وشكوت له حالي. طبعا الإنسان إذا عنده مشكلة الاولى الا يخبر بها احدا الا اذا اضطر فيشكو الى مؤمن لانه اذا انت عندك مشكله واعلنت بمشكلتك الصديق يحزن والعدو يشمت زين يعني الانسان ليش يسبب حزن الصديق وشماته العدو؟ الا اذا اضطر لمشورة او لجهة اخرى فاشكو الى مؤمن يحبك حتى اذا عنده راي يشاركك في الراي يبين لك على كل حال يقول مره شكوت الى الامام الصادق النفخه او الداء الذي في بطني وانه اذا اكلت عنده لا أجد ذلك الداء وإذا أكلت عند غيره وجدت ذلك الداء الإمام شنو يقول؟ قال إنك تأكل طعام قوم صالحين المقصود أنهم عليهم السلام مباركون ومن بركتهم عدم التأذي بطعامهم لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم سببا لكل سببا لكل خير سواء في الأمور المادية أو في الأمور المعنوية. الأنبياء كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ وجعلني مباركا أينما كنت. المبارك شنو هو؟ النفع يعني كثير النفع، كثير الخير، كثير البركة. بعد ذلك الإمام يبين وجه من أوجه صلاحهم، هذا الكلام من الإمام يرتبط بالباب، يقول إنك تأكل طعام قوم صالحين تصافحهم الملائكة على فروشهم هذا تصافحهم الملائكة على فرشهم هذا ما له ارتباط بالطعام هذا نوع بيان لبركتهم ذول ناس مباركين ومن بركتهم أن الملائكة تصافحهم على فرشهم قال قلت ويظهرون لكم يعني أنتم تشوفون الملائكة الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يجبه وإنما بيّن شيئا آخر الجواب شنو هو؟ في أحاديث أخرى مرت فيما مضى، أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام إذا حدثهم الملائكة في وقت التحديث لا يرون الملائكة، يسمعون الصوت. وإذا لم تحدثهم الملائكة يرونهم، يعني الرؤية والسماع معا هذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه واله، كان يرى ويسمع معا. أما الأئمة يرون بلا سماع أو يسمعون بلا رؤية أحيانا يرون بلا سماع أحيانا يسمعون بلا رؤية وتفصيل هذا قد مر في ما مضى هسه الإمام هذا الجواب ما يجاوبه يجاوب بجواب آخر قال فمسح يده على بعض صبيانه بعض أولاده فقال هم ألطف بصبياننا منا بهم يعني أنت تقول يظهرون لكم مو إلنا فقط بل إلى صبياننا أيضا وهم يلاطفون صبياننا هذه من بركة الإمام عليه الصلاة والسلام هم ألطف بصبياننا منا بهم ألطف يعني أكثر لطفا شنو المقصود؟ لعل المقصود أنه الأب في تربية أولاده أحيانا يحتاج إلى الشدة معهم احيانا يحتاج الى مؤاخذتهم لان هذا من طرق التربيه انت لطيف وياه لكن في بعض الاحيان لازم تنبه على خطا لازم تعاقبه بعقوبه تناسب خطاه طبعا مو كل عقوبه اللي بعض الناس بس ما شاف طفله اخطا يضربه هذا لا يجوز لازم التربيه تكون بطريقه صحيحه مو في كل شيء ضرب وخاصة إذا كان خطأ غير مقصود هذا لا يجوز وحتى في بعض الأحيان إذا يضرب لازم بطريقة اللي لا يحمر لا يسود ليكون على كل حال الإنسان يريد يفرغ ما في قلبه لا غرضه تربية ذلك الطفل وإذا ضربه بحيث أسود أو أحمر فيه الدية أصلاً على كل حال الاب في تربيه ابنائه احيانا يحتاج الى شده معهم. لكن سائر الاقرباء هؤلاء لانه مو تكليفهم تربيه هؤلاء الاطفال. لذلك دائما يلطفون بهم. اشوف مثلا الام احيانا مثلا تخاشن طفلها، لكن الخاله، الجده، مثلا دائما تلطف بها فلعل مقصود الإمام هم ألطف بصبياننا منا بهم أنه إحنا بعض الأحيان لأجل التربية نحتاج إلى شدة مع بعضهم لكن الملائكة دائما يلطفون بهم أو لعل المقصود شيء آخر الشاهد أن الملائكة يصافحونهم وهذه من كراماتهم ومنزلتهم عند الله. الحديث الاخر عن الحسين ابن ابي العلاء عن ابي عبد الله يعني الامام الصادق عليه الصلاه والسلام. قال يا حسين وضرب بيده الى مساوره في البيت. مساور جمع مسور او مسوره وهي وسادة يتكأ عليها قيل انها من جلد. وخدة وضرب بيده إلى مساور في البيت ماذا قال؟ قال مساور طالما اتكأت عليها الملائكة وربما التقطنا من زغبها الإمام يريد يبين له يقول هذه المساور كثيرا ما الملائكة تأتي وتتكع عليها وان للملائكه زغب الزغب الريش اول ما ينبت اذا شايف طائر عند ريش واحيانا ريشه تنبت في اول نبتتها قبل ان تكتمل تسمى زغبا وربما التقطنا من زغبها بين قوسين نذكر ان الملائكه اجسام لطيفه الملائكه اجسام لانه لا مجرد سوى الله الشيء اللي هو ليس بمادي هو الله فقط سبحانه وتعالى اما سائر المخلوقات جميعا فهي اجسام ماديه الروح والملائكه والعرش والنفس والعقل وما الى ذلك كلها أجسامٌ مادية، البعض يدعي تجرد الملائكة، تجرد الروح كذا، إدعاء من غير دليل، إلا أدلة خطابية، وبل الأدلة بعض الروايات دلت على كونهم أجساما، لكن أجسام لطيفة، يعني إحنا حتى نجي في هذا العالم المادي تشوف أجسام كثيفة كالحجر مثلا، وأجسام لطيفة مثل الغازات، الهواء، الهواء جسم لكنه جسم لطيف، هذه نحن بحواسنا نشعر بها، أنت يعني تشعر بالغاز، تشعر بالهواء، تحس به، إما عبر الريحة، إما عبر ال... أن يلامس وجهك ويدك مثلا، وهناك اجسام الطف نحن لم نزود بحواس او بوسائل للاحساس بها منهم الملائكه الملائكه جسم لطيف موجود احنا الان كل واحد من عندنا تحيط به ملائكة ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ملائكة ملك عن يمينه، ملك عن شماله، له معقبات يحفظونه من امر الله. هذه اجسام لطيفة موجودة. الجن جسم لطيف، لكن نحن لم نزود بأجهزة تشعر بها. نعم الانسان حين موته الله سبحانه وتعالى يزوده بالأجهزة، يكشف عنه الغطاء. فلذلك في لحظه الموت يرى الملائكه يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فالملائكه اجسام لطيفه لكن الله سبحانه وتعالى احيانا يشاء ان هذه الملائكه تتصور بصوره بشر يعني في قالب كثيف مثل هاروت وماروت في سوره البقره "وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت" ملكان أنزلهما الله سبحانه وتعالى إلى بابل ليعلموا الناس إبطال السحر. روايات المسلمين الخاصة والعامة دلت على أن جبرائيل عليه السلام أحيانا كان يتمثل بصورة الدحية الكلبي جبرائيل عليه السلام تمثل لمريم بشرا سويا الملائكة أحيانا يتمثلون بشكل الإنسان أو بشكل آخر فأن تأتي الملائكة سواء بحالتها اللي هي اجسام لطيفه او بتمثلها تأتي الى الائمه عليهم الصلاه والسلام ومن كرامه الله سبحانه وتعالى على الائمه انه بعض الزغب من الملائكه كانوا يسقطونه في بيوتهم فهذه كان الائمه يتخذونها لصبيانهم ومثل صبياننا يلعب العاب ما لها اي تاثير بل اذا قد تكون مضره وحتى اذا مو مضره ما لها نفع سوى اشغال الطفل العابهم ايضا كانت العاب معنويه اذا يريد يلعب يلعب بزغب الملائكه زغب الملائكه حتى اللعبه متربيه وضرب بيده الى مساور يعني مخاديد في البيت ماذا قال مساور طالما اتكات عليها الملائكه وربما التقطنا من زغبها الحديث الاخر عن ابي حمزه الثمالي قال دخلت على علي بن الحسين عليه السلام فاحتبست في الدار ساعه احتبست في الدار ساعة يعني دخلت أرد ألتقي بالإمام قالوا لي أصبر ساعة الساعة باللغة العربية قطعة من النهار هذه تسمى ساعة هسه إحنا في إصطلاحنا الآن الساعة ستين دقيقة لكن الساعة في اللغة العربية قطعة من الزمان قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة فاحتبست في الدار ساعة تأخرت لم يأذنوا لي فورا بلقاء الإمام انتظرت ثم دخلت البيت يعني الغرفة وهو يلتقط شيئا شفت الإمام ده يجمع فتشي وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في البيت فتبرد هناك فتستر شفت الإمام هذا الشيء اللي التقطه مد إيده من وراء الستر هسه طفل هناك مرأة من النساء أخذوا من الإمام ما في يده فقلت جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقطه أي شيء هو شفتك أنت تتجمع تجمع فتشي شنو هو فقال فضلة من زغب الملائكة يعني زيادة من زغبهم نجمعه إذا خلونا نجعله سيحا لأولادنا فضل يعني زيادة من زغب الملائكة يعني أجزاء مو أصلية أجزاء زائدة يلقونها لنا نجمعه إذا خلونا خلونا يعني شنو إذا تركونا هذا أيضا فيه جواب لماذا أخر ساعة لان الامام كان مجتمع مع الملائكة. فإذا الملائكة ذهبوا خلوا مجموعة من زغبهم نجعله سيحاً لأولاد لأولادنا. هسه هذه النسخ مختلفة، في بعض النسخ سيحاً، في بعض النسخ سبحاً، في بعض النسخ سنحاً. إذا هو سيحاً بالياء الكساء المخطط الكساء القماش أو الثوب مخطط مقلم <applause> يعني من هذه الزغب نصنع ثياب من ريش لأولادنا إذا هو سبحا <applause> السبح جمع سبحة أي الخرزات التي يسبح بها إذا هم هو سنحا بمعنى اليمن والبركة فقلت جعلت فداك وإنهم ليأتونكم فقال يا أبا حمزة إنهم ليزاحمون على تكأتنا مو فقط يجون يزاحمون المزاحمة شنو هي الانضمام بشدة ولعله كناية عن شدة قربهم وكثرتهم التكأ مثل حمزة بمعنى ما يتكأ به وما يعتمد عليه في الجلوس الحديث الآخر أيضا عن الحديث الآخر عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول ما من ملك يهبطه الله في أمر ما يهبطه الا بدا بالامام او في امر ما يهبطه الا بدا بالامام فعرض عليه وان مختلف الملائكه من عند الله تبارك وتعالى الى صاحب هذا الامر الملائكه الذين ينزلهم الله سبحانه وتعالى الى الارض في مهام لأن الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة باستمرار المهام التي يقومون بها في الأرض، هسه شنو هاي المهام؟ هذا بحثه في مكان آخر، آيات كثيرة وروايات أكثر دلت على بعض هذه المهام. الله ينزل الملائكة، لكن يأمرهم. بأن يذهبوا الى الامام، امام ذلك الزمان، ويخبروه بتلك المهام ان الله سبحانه وتعالى امرنا بكذا وكذا وكذا، بلا تشبيه مثل افرض مثلا رئيس الوزراء يصدر امر في المدينه الكذائيه، ويرسل رسولا لينفذ تلك المهمه، هذا الرسول عندما يأتي إلى تلك المدينة من مسؤول المدينة المحافظ مثلا قائد مقام رئيس الشرطة يجي خبره يقول له رئيس الوزراء أرسلني في هذه المهمة أريد تكون اطلاع هذا هم احترام إلى هم هو النوع نظم للأمر هذا مثال مادي بسيط بس احنا نذكره حتى المطلب المعنوي لا يستثقله بعض الناس لأن بعض الناس يألفون المادة عندما تذكر له المعنويات ما يفهمها ما يريد يصدقها إلا إذا شفعته بمثال مادي لأنه هو يألف المادة في المثال المادي لما تذكر له يشوف إيه صحيح في المثال المادي فالأمر المعنوي هم يقبله أو يشوف أنه ما بيشكال، إشكال طبعا هذا من ضعف اليقين الإنسان اللي عنده يقين هذا الإنسان بمجرد أن يسمع كلام الله أو يسمع كلام الرسول أو كلام الإمام يسلم يعلم بأنه الحق مية بالمية كما مر في الباب الماضي أو اللي قبله باب التسليم لهم عليهم السلام لكن غالبنا ايمانه ضعيف يقينه ضعيف فلذلك كثير من الامور المعنويه يحتاج الى مثال مادي ملموس في حياته حتى يصدق به حتى لا يستبعده على كل حال الله سبحانه وتعالى اذا ارسل ملكا الى مهمه أي مهمة كانت أول يرسل إلى الإمام يخبره بعدين يعني يروح ينفذ تلك المهمة أو لأن الملك لا يتمكن من تنفيذ تلك المهمة إلا إذا أمر الإمام لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون كذلك يقول هاي مهمتك روح استأذن الإمام فيها هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بهم أنه أحيانا الرأس أو الرئيس يريد يكرم الشخص اللي تحت إشرافه فيقول أنا أصدر لكم الأمر لكن ذاك هم له حتى ذاك يأمركم أيضا به مثل ما الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو الرسول غير يأمر بأمر الله سبحانه وتعالى، هو نفس أوامر الله سبحانه وتعالى. لكن إطاعة الرسول إطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. على كل حال ما من ملك يهبطه في أمر ما يهبطه إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه. وإن مختلف الملائكة مختلف اسم مكان او مصدر ميمي يعني محل ذهاب واياب الملائكه من عند الله تبارك وتعالى الى صاحب هذا الامر في ليله القدر تقديرات سنه كامله تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر ينزلون على الرسول صلى الله عليه واله وبعد الرسول على الائمه وفي سائر الاوقات في سائر ايام السنة اي مهمة ينزلون يخبرون الامام ثم يذهبون الى تنفيذ تلك المهمة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا اعتقادا ومعرفة بالله وبأوليائه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.